قال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، قال أن التوجهات التي نسعى لها ستنجح بكونها بحرينية خالصة وتوافقية بحيث تجمع كافة الأطراف، كما يحرص على ذلك حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مضيفا سموه بأن مملكة البحرين تسعى دائما لتطوير علاقاتها مع الدول الصديقة والحليفة مع المحافظة على سيادتها ومصلحتها الوطنية العليا. وأكد سموه أن مملكة البحرين في ظل قيادة جلالته الحكيمة أيده الله ماضية قدما في مسيرتها وتحقيق رؤى العاهل المفدى التي تضمنها البرنامج الإصلاحي الشامل الذي أثمر عن العديد من المؤسسات والخطوات الكبيرة التي تمت في مختلف القطاعات إنفاذا لإرادة جلالته وتلبية لتطلعات شعبه الكريم. فجلالته هو الرمز الذي تتجلى فيه وحدتنا الوطنية والضامن لمسيرة الوطن، حثا سموه الجميع للنظر لما يحدث بالمنطقة من فرقة وشقاق بين أبناء البلد الواحد، مشددا أن المسؤولية الوطنية تحتم علينا أن ننأى بوطننا عن ما يحدث وأن نحافظ على وحدتنا ونسيجنا الاجتماعي الذي يمثل مصدر قوتنا. وقال سموه أن لقاءات جلالته بأبناء شعبه من مختلف محافظات البحرين ومناطقها وقراها وما تفضل به جلالته من توجيهات تدل بعمق على متانة بنية المجتمع البحريني الذي سوف يتعامل بوحدة وثقة وثبات مع أي تحديات أو متغيرات حفاظا على روح الوطن واستمرار خطى مسيرته. وأضاف سموه أننا في مملكة البحرين وبحرص أبنائها على التمسك بالمصلحة الوطنية وتكاتفهم ووعيهم سنظل بمنأى عن المتغيرات والأحداث التي تمر بها المنطقة، وستبقى مملكة البحرين كما عبر عنها جلالة الملك المفدى واحة للأمن والأمان والاستقرار نابذة للتطرف والعنف والإرهاب، وستظل ملتقى للحضارات منفتحة بوسطيتها على العالم بتنوعه وتعدد ثقافته. وأكد سموه على أن سيادة القانون هي المظلة التي تحمي الجميع وتصون الحقوق وهي الداعمة للإصلاح والتطوير المستدام، مشيرا إلى أهمية الاستحقاق الدستوري القادم المتمثل في الانتخابات التشريعية. ونوه سموه إلى أن المشاركة في الانتخابات هو حق وتكريس للتمثيل الشعبي في صنع القرار وبناء حاضر أبناء البحرين ورسم مستقبل الأجيال القادمة. جاء ذلك لدى زيارة سموه يرافق نجله سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة لمجالس معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية والحاج صادق البحارنة والسيد عبد الحميد عبد الجبار الكوهجي والسيد خالد راشد الزياني، حيث تبادل سموه معهم والحضور التهاني بشهر رمضان المبارك واستذكار ما لهذا الشهر من فضائل خصه الله تعالى بما تتعزز عبرها قيم التواصل من خلال المجالس الرمضانية التي امتاز بها المجتمع البحريني لتكون فرصة طيبة للالتقاء بأبناء المجتمع واستذكار القيم الإسلامية النبيلة والمرتكزة على الوسطية والاعتدال والتسامح والتي تبرز أجمل صور التكاتف والتكافل. وأشار سموه إلى أهمية إعطاء الأعمال والأنشطة الإنسانية أولوية أكبر من في نشاط واهتمامات الجميع، واعتبار شهر رمضان الفضيل منصة مباركة للتأكيد على هذا الحيز. وأعرب سموه عن سعادته بتبادل الأحاديث والاستماع إلى مختلف الآراء حول مختلف القضايا التي تتصل بالوطن والمواطن، مؤكدا سموه أن هذه المجالس العامرة هي إحدى القنوات التي نحرص على بقائها فعالة ومتاحة للجميع، وذلك لدورها في تعزيز اللحمة الوطنية وتوثيق الصلات بين أفراد المجتمع وتجسيد قيم التواصل والتآلف بين أبناء الوطن. من جانبهم أشاد الحضور بحرص سموه بزيارة مختلف المجالس الرمضانية وباهتمام سموه بالتواصل مع المجتمع وبما يبديه من حسن الاستماع لمختلف الآراء في شتى الموضوعات، ومتمنين أن يعود هذا الشهر المبارك بالخير على مملكة البحرين وأهلها.